غادي ناخذوا مكالمه عند فاطمه من القنيطره، ناخذوا منها وصفه ديال الكبده وعاد ندوزوا للشهوات. لالا الو صباح الخير. صباح النور. صباح الخير لالا فاطمه، مبروك على الاخت ناديه. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا اختي فاطمه. العفو اختي العفو، تستاهلي وتستحقي. اقبل عندك ان شاء الله فاطمه. ان شاء الله ان شاء الله اختي، انا الربح ديالي هي ملي كيغنيو عليا بارك عليا. لالا فاطمه، لالا فاطمه عا ربي غير كبيده شي واد الكبيده. لالا فاطمه. نعم. حنا غادي نسمعوا منك، غادي ناخذوا منك شي واد ديال الكبيده اذا كان ممكن قبل ما نختموا بهذه الفقره ديال الوصفه وبنا. اي اختي مرحبا، غنعطيك واحد الحشوه غتليق لجوج حوايج. كنقبطوا كميه الكبده اما بقريه اما غنميه اما ديال الدجاج، وخصوصا انا كنفضل بقريه. نعم. مقطع مربعات ونشرملها بالمعدنوس والعطريه، يعني العطريه مليحه، كمون، تفميره سودانيه، العريسه، الحامض مصير ونخليوها جانبا. كندوزو خيزويه صغيره كنحكوها، ماشي في الحكاكه ديال اللي كنحكو خيزو زمان اللي كتخرج لنا جوليان، يعني خصها يجيو خيوط. ناخذو غير قريعه وحده صغيره كورجات، حتى هي نديروها نفس الطريقه، وفلفله ملونه ولا غير حمراء، نقطع مربعات رقيقه قد العدس ونحطو جانبا. كناخذو كميه ديال الشامبينو كنقطعوه، كناخذو اما العطريه ديال اللحم واما ولا الضامه ديال البنه. كناخذو شويه الزعتر كنحكوه بيدينا. وفي الكبده درنا شويه سكينجبير، الزعتر نديرو في قلنا في الكبده. نعم فاطمه. كنسوطيو بصله كبيره مع جوج تومات، ملي كينزلو كنرميو عليهم ديك الكبيده. نقدروا نطفيو البوطه ونجوزو كيخزو القرع، يعني ما يطيبوش عندهم الجو باش يبقاو اللي خضر خضر اللي حمر حمر اللي صفر صفر. صافي كنديرو هادشي، كنديرو كميه ديال المعدنوس، كنزيدو شويه العطريه. هاد الحشوه اما نعمرها في الحوته كبيره مفلحه، والحوته ديجا دهنا بشويه مليحه وشويه البزه وزويته بلديه وعصيره الحامض. هادي الحوته وكنغطيوها كندخلوها للفران. اما كنعمروها في البسطيله ولا في سيكار ولا في بسيطلات صغار ولا في بريوات السيده كما بغات لها الاختيار. نعم. البسطيله الكبيره راه كتجي رائعه. نعم. والشعريه نفزقوها في الماء ماشي الماء الطايب، انا كناكد ديما الماء بارد. اييه. ونصفيوها نقطعوها، حيت ملي كديرها الماء طايب كتنفخ، ملي كتخشيها الحشوه كتعجن كتجي خبزه وحده. اييه. ديما وتقطع ونخلطوا هذا الشيء ونعمروا البسطيله. والبسطيله من نبغوا نعمرها الزبده وزيت اللي غادي نخلطوا كنديروا فيهم شويه ديال المليحه. اييه. حيت الورقه كيعجنوها مسوسه كتجي باسله. ونثقبوها بعود السنان. واللي عنده واحد البوق اللي كنزينوا به الشوكولاته كيكون عنده ثقيبه رقيقه. اييه اييه. نغطسوا في الوسط ديال البسطيله وندخلوها للفران باش الماء يخرج، وتجي باي بسطيله اي نوع. باش تجي البسطيله من غير ما كتخرشش، ما يكونش جاك الماء طبخ في الورقه ما تعجنش وردها فازقه. اييه. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه لاله فاطمه. العفو اختي. ما عندي ما يتسالك، شكرا بزاف على هذه الوصفه الشهيه صراحه.